ما بيطلع رذاذ لما الواحد بيتاوب، ما بيطلع شيء لبرا بقى مبدئيا، ما منا خطرة. بس الحكي، الحكي بيعطي كمان رذاذ لبرا، خاصة إذا واحد عم يحكي بقوة، عم يعمل خطاب، أو ساعتها بيعمل رذاذ وبيطلع شيء قوي، ساعتها بشكل خطر كمان. نفس الشيء لنفس المسافة، يمكن أقل شوي من السعلي أكيد، بس بيعطي كمان رذاذ. بس لما الواحد بيتاوب ما بيشكل خطر.